السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا موقع بيعتمد على الذكاء الصناعي في البحث. لو انت بتدور على اي معلومة وليكن مثلا ما هي افضل الشواطئ في السعودية، فهو هيعمل بحث اهوت، وفي نفس الوقت هيجيب لك هنا حاجات يعني زي إجابة، كأنه واحد صاحبك بيجاوبك على الأسئلة بتاعتك. أي سؤال أنت عايز تسأله هتقدر تعمل عليه سيرش، وهو بيجيبها لك بشكل ظريف مع الصورة بتاعتها، فهو يعني حل ظريف من ضمن الحاجات اللي بتهدد جوجل، يعني زيه زي شات جي بي تي.